اذا بنطلع على البايسيكل موديل عندي هون هاي السنتر اوف روتيشن ايماجينري سنتر اوف روتيشن، ما في نقطه بالفضاء لو رجعت طلعت ما راح الاقي شيء هون، هذا نقطه وهميه. النقطه الوهميه عايش اعتمدت هي عند الفيكل تبعتي. انا اختصرت العجلين اللي هون والعجلين اللي هون بعجل هون وعجل هون زي البسكليت، عشان هيك سميناه اسم البايسيكل. هلا هذا لاحظ، هلا وانت بتعمل ستيرنج بايدك في زاويه معينه جاما، هي جاما اللي هي بين الاورينتيشن او البوز تبع الفيكل والاورينتيشن تبع الستيرنج، وطبعا في عندي ماكسيمم، في عندي ليميتس لهدول الزاويه من هون. هلا كل ما يجينا غيرنا هذا من هون في خط عمودي راح يطلع من هون، مظبوط؟ فاذا انت عملت ستيرنج اكثر من هيك راح تكون الزاويه هاي تلتقي هون، واذا عملت ستيرنج اقل، واذا انت مش عامل ستيرنج وهذا مستقيم راح يكون هذا الخط موازي لهذا الخط، مش هيك؟ وهذول مش راح يلتقوا، ما راح يلتقوا ابدا، وهاي الزاويه راح تصير زوايا مختلفه لجاما من هون. في عندي هاي النقطه، هلا هذه جاما راح تحدد لي هذا الراديوس اللي موجود هون، وهذا راح نسميه ار 1. فهلا هذه اذا ضليتك انت عامل ستيرنج ومثبتها راح تتحرك بدائره، مظبوط؟ والدائره هاي القطر تبعها، نص القطر تبعها راح يكون ار 1. هلا البايسيكل موديل بقول انه انا بدخل في، طبعا هون بشكل غير مباشر مش واضح هو اكسبلسيتلي، بس في الزمن طبعا، مظبوط؟ يعني انا اكس واي وثيتا راح يوصلوا قيم معينه بناء على قديش بضل بالوضعيه هاي. فانت لما تعمل السيميليشن تايم ل 10 ثواني راح تختلف من اكس انيشال واي انيشال وثيتا انيشال لاكس فاينل واي فاينل ثيتا فاينل. اكس واي اللي هم السنتر تبع الفيكل، بعرف وين بنحدده حسب وين بنحدد، وبعدين في عندي الاورينتيشن راح ناخذها مع الهوريزونتال. راح تكون هذه هون ثيتا اللي هي الاورينتيشن تبعت الفيكل بالنسبه للهوريزونتال من الاكس اكسس، واكس واي اللي هم السنتر معين مكان معين احنا محددينه اللي هو السنتر تبع هاي، راح يدخل لي عندي هون في اللي ماشيها انا بخط اللينير سبيد باتجاه الحركه المتر بير سكند، راح تكون الستيرنج انجل اللي انا بحطها من هون اللي هي جاما. هلا اذا بدنا نشتق المعادلات، المعادله اول شيء الاكس واي بسيطه جدا حتى احول من هاي لهدول الاثنين. طبعا في عندنا معادله بسيطه جدا اللي هي اكس واي وثيتا، راح اجيبهم من الانتجريشن، مظبوط؟ انتجريشن لاكس دوت واي دوت وثيتا دوت. مظبوط، واضحه هاي؟ اوكي، بعمل انتجريشن ولازم يكون عندي انيشال فاليوز. احنا هون راح يكون في فانكشن اسمها الهاند بريك، الهاند بريك اللي لما ببدا راح ناخذ انيشال فاليو زيرو، الا اذا انا دخلت وعدلت هذول الفاليوز واعطيتهم قيم من هون، مش هيك؟ اي انتجريشن انتجريتر لازم يكون في له، لازم يكون في له انيشال فاليو، ولا مش راح يقدر يشتغل. باي ديفولت الانتجريتر بيفترض الانيشال فاليو تبعه زيرو، الا اذا انت غيرته واخذت هذا اكسترنال بالسيميلينك واخذت الانيشال فاليو من الخارج. اذا بدنا نحاول احنا نطلع معادله لاكس دوت واي دوت وثيتا دوت بدلالة في وجاما من هون. هلا اسهل شيء المعادلتين تبعون اكس دوت واي دوت سهلين. عندي انا ماشي بخط مستقيم او ماشي بهذا الاتجاه بفي، راح تكون عندي هاي اكس دوت وهذه واي دوت وهاي ثيتا الحادية، مظبوط؟ راح يصير عندي هلا اكس دوت بساوي كوساين ثيتا في، واي دوت بساوي ساين ثيتا، مش هيك؟ هدول سهلين. هلا خلينا نطلع على هذه اللي هي الدائره اللي موجوده هون، اذا جيت اطلعت على هاي الدائره رح ارسمها هون. هاي الدائره قطر نص قطرها ار 1. واحنا في اي لحظه من اللحظات ماشيين بسرعه في هيك، او اذا كنت هون رح اكون ماشي بسرعه في هيك الى اخره، فهون رح يكون عندي هلا هاي الاورينتيشن تبعتي. يكون عندي هون ثيتا، وإذا انتقلت للنقطة هاي حيصير عندي الأورينتيشن تبعي ثيتا بهذا الشكل من هون، مظبوط؟ هلا كمان عندي هون إذا رسمنا المثلث هذا عندي هذه ال ال مهمة اللي هي المسافة بين مركز العجالة وبين الأكسل الأمامي والأكسل الخلفي، وآر 1 اللي هي الراديوس هذا. شو العلاقة بين ال وآر 1 وجاما؟ تان، مش هيك؟ تان جاما بيساوي ال على ار 1. خلينا نحط هاي المعادله هون،
وهو بصير عندي L أو R1 بتساوي L على تانجم. هاي بتهمني بعدين رح استعمل. هلا لو جينا اطلعنا على هاي من هون عندي V بيمثل الحركة بهذا الاتجاه، ورح يصير في عندي وأنا بغير بتتغير هذه من هون، رح تتغير الزاوية من هون، ورح تتغير عندي ثيتا. فكل ما عمالي بلف من هون عمالها تتغير معي ثيتا. التغير هلا هذا التغير بثيتا هو نفسه رح يصير التغير هون ثيتا، لأنه ثيتا فعليا هي برسم هذا الخط وأرسم هذا الخط من هون، هي ثيتا عندي هون. فلما بتحرك عمالي عم تتغير ثيتا بدلالة دلتا بي. خلينا نحط عندي دلتا ثيتا على دلتا تي بدها تساوي، أو دلتا ثيتا أول شيء نحط. التغير بثيتا راح يساوي التغير في الديستنس هذه دي على R1، مظبوط؟ إذا R1 في تغير بثيتا راح تعطيني تغير في دي، وتغير في دي هو التغير في الأرك هذا، مظبوط؟ مش هاي؟ تبع ثيتا لازم تكون بإيش وحدتها؟ بالريتمز. نقسم هاي على دلتا تي، نقسم هاي على دلتا تي، بصير عندي دلتا ثيتا على دلتا تي تساوي دلتا دي على دلتا تي على R. رح اخذ الليمتس از دلتا تي ابروتشز زيرو، والليمت از دلتا تي ابروتشز زيرو. ايش الليمت از دلتا ليمت اوف دلتا ثيتا على دلتا تي از دلتا تي ابروتشز زيرو؟ مشتقه اللي هي ثيتا دوت. وعندي هون R1 constant بطلعها برا، دلتا دي على دلتا تي اللي هي السرعة الخطية مش هيك في، فبتصير عندي هذه بتساوي في على R1. R1 شو بتساوي من هناك؟ اللي هي L على تان ثيتا، فبتصير محل هاي بحط L أداة تان جاما. مثلا هي معادلة، هي معادلة، وهي معادلة، وهذا هو أساس البايسيكل موديل، هذول المعادلات الثلاثة. بس أنا طلعت X دوت Y دوت ثيتا دوت، ايش بعمل فيهم الان؟ اكس دوت واي دوت ثيتا دوت، فكاملهم اعطوني اكس وواي وثيتا. نطلع على البايسيكل موديل، خليني امحي هاي. اذا طلعنا على او احسن شيء نفتحه من هون، عندي هذا راح اخليني امحي هاي، راح اخلي هذوك المعادلات. هاي اذا بتطلع هون هاي البايسيكل موديل، عندي داخل له في وجاما، طالع عندي هون اكس وواي وثيتا. اذا فتحنا هلا هذا الموديل نطلع عليه، هلا هذا موديل بس للفيكل. هلا هذا هون كله السنسرز اللي راح نسميها برايتنبرغ ماشين. هلا اذا طلعنا على هاي، عندي هاي في وهي هاي السبيد وهي جاما اللي هي ستيرنج ويل. هذول تو انبوتس انت بتتحكم فيهم، بتتحكم بالبنزين وبتتحكم بالستيرنج. حطينا ليميت مش هيك، هاي ساتوريشن على الستيرنج انجل، ما بقدرش الستيرنج انجل تكون اكثر من قيمه معينه او اقل من قيمه معينه. الفيلوسيتي كمان ما بقدرش ازيد عن سرعه معينه، بس كمان ما بقدرش اتسارع اكثر من قيمه معينه. فهذه هون ليميت على الاكسلريشن. اخذنا هلا هاي هون دخلنا، هذه صارت عندي هون قيمه في. في ضربتها هلا هون عندي، لما يكون كلمه ثلاثه معناها هون في ثلاث خطوط، بصير اعمل هيك، بصير اخذ البرودكت. البرودكت هذا بدل ما اكرر هاي ثلاث مرات، وبدل ما اكرر هاي ثلاث مرات، يعني بدل ما احط 3 انتجريترز وبدل ما احط 3 برودكتس حطيناها مره واحده، حطينا هذول كلهم في مالتيبلكسر. فاخذنا هاي اللي هي كوساين ثيتا، ثيتا طالعه من هون. هلا بعرفش هون اذا بعمل مشكله بدون واحد على زد الا اذا الانتجريتر، الانتجريتر بحل المشكله. اوكي متذكرين المشكله هاي شو هي؟ اذا انا حطيت لوب واللوب نفس الفاريبل بيطلع من هون بيعطيني هون، ايش راح يعطيني السيمولينك؟ اذا انت جيت عملت بلوك زي هيك، اخذت الاوتبوت من هون مررته على بلوك ثاني واخذت هذه من هون وهذه من هون، ايش ممكن الخطا اللي يعطيني اياه السيمولينك؟
ما بيقدر يعمل ايفالويشن لهي القيمه، لانه حتى يطلع ايفالويشن لهي القيمه ايش بده؟ هاي القيمه. وحتى يطلع ايفالويشن لهي القيمه ايش بده؟ هاي القيمه. بس هاي القيمه هي نفس القيمه اللي بحاول هو يعمل لها ايفالويشن، بس هاي محلوله هون ليش؟ لانه في عندي انتجريتر، الانتجريتر راح يعطيني انيشال فاليو. فاول مره بيجي يعمل ايفالويشن ايش راح يلاقي؟ في انيشال فاليو، راح يطلع فاليو هون. اذا طلع فاليو هون ما فيش مشكله، استطاع انه ياخذ هذا الفاليو يدخله من هون، وبعدين الفاليو هو نفسه بيكمل. اذا في انتجريتر او واحد على زد بينهم بتحل المشكله. اذا صار عندي هاي كوساين، اتذكروا هاي كانت x دوت كوساين v. هاي عندي كوساين ثيتا مضروبه ب v تعطيني قيمه x، بعمل انتجريشن تعطي x دوت، بعدين بعد بتصير عندي x. نفس الشيء بالنسبه ل v ساين ثيتا، ونفس الشيء بالنسبه ل جاما من هون. هاي قسم ضربناها في تان اوميجا وقسمناها على ال، اعطتني بعدين بعمل انتجريشن بتعطيني ثيتا. فهذا هو مبدا البايسيكل موديل. هلا نطلع هلا على البرايتنبرغ ماشين.